دورت كتير على رابط لمشاهده مباراه بريست، معرفش بصراحه، ما لقيتش اي رابط بصراحه، ما لقيتش حاجه خالص اتفرج بيها على مباراه بريست. بس بصراحه لما عرفت ان يوسف بلايلي بيلعب مركز 10 في ال 4 2 3 1 كان نفسي اتفرج على المباراه، لان مركز 10 مناسب ليوسف بلايلي، بيعرف يلعبه كويس. يوسف بلايلي في ال 3 4 3 اللي لعب بيها المباراه اللي فاتت كان الموضوع بالنسبه له صعب، وكان الموضوع في فكره ان هو يعمل ادوار اللي كان بيعملها فافرا قبله، كان الموضوع صعب جدا انك تطالب من يوسف بلايلي الواجبات اللي كان بيعملها فافرا، لان فافرا كان واحد من اهم اللعيبه في استاد بريست. فافرا اللي راح اولمبيك ليون، فافرا كان لعيب مثالي بالنسبه لمنظومه بريست، اللعيب ده بدلته بيوسف بلايلي. يوسف بلايلي انت رهنت عليه افكار هجوميه كتير، يوسف بلايلي حطه في المكان اللي هو بيعرف يلعب فيه، انما تحط ليوسف بلايلي لعيب بيلعب قدام ثلاثه خط دفاع وهو مفترض اللي راح يعمل ادوار الهجوميه وهيرجع يدافع، فانت خسرت كتير جدا من قوه يوسف بلايلي. بلايلي واحد من اهم اللعيبه اللي بيعرفوا يعملوا تمريرات حاسمه، من اهم من اللعيبه اللي عندهم تصويبات، من اهم اللعيبه اللي بيخترقوا، من اهم اللعيبه اللي عندهم رؤيه في الملعب كويسه. فبلايلي هيعرف ان هو يعمل لك تمريره حاسمه زي اللي عملها، حط الفيديو لو جالي عليا اي حقوقه طبعا نشر امسحه على طول، ما جاتش على الخمس ثواني دول اللي هيلبسوني ازمه. بس بصراحه يعني عجبني جدا الكره الطوليه بتاع يوسف بلالي، وعجبني بصراحه الفينش بتاع المهاجم. بصراحه اتمنى ان يوسف بلالي يستمر على المستوى اللي هو بدا يقدمه في ال 4 3 2 1. اتمنى ان يوسف بلالي يكون ليه شأن عظيم مع بريست، نتمنى ان بلالي يقدم موسم كويس، نتمنى ان احنا ما نكونش طولنا زياده على اللزوم، علشان انا بصراحه ما اتفرجتش على الماتش، انا اتفرجت بصراحه على الاهداف، وبصراحه عجبني جدا الاسيست بتاع بلالي بصراحه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو